الوصفه ديال اليوم ان شاء الله الشماليه. غادي نعمل معكم فقيقصه طنجاويين اللي يكونوا في المناسبات، سواء كان ختان او العقيقه او زفاف، ضروريين باقين لحد الساعه، وخا الناس مابقاوش كيعملوهم بيدهم كيدومونديو عليهم، بالحق باقين حاضرين في المناسبات الشماليه، مناطق الجبليه في المغرب. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم باشتراك مع امي، يعني هذه الوصفه ديالها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. وبالنسبه للطريقه اللي كيقدموهم في الافراح والمناسبات هي هذه، في الطبيسلات هادو كيعملوا لهم واحد الميكات باش كيبقاو رطبين. وانا بغيت نقترح عليكم هاد الصغيورين هادو انكم تعملوهم هيدا في المناسبات ديالكم ان شاء الله، علاش لا، كيجيو من السمن غوزلان. كنتمنى تجربوهم، وكانوا قبل كيقدموهم في الطبيقات او لا في ديك الأهنية ديال العزف، كيف ما كتلاحظوا معايا كانوا كيدورهم على الناس غير هكاك. بغيت هكذا نشارك معكم حويجات تقليديين، وفي نفس الوقت باقين لحد الساعه كيعجبوا الصغير والكبير. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الفطائر المنسمه الشماليه في شمال المغرب اللي معروفه بها اكثر مدينه طنجه وتطوان والشاون، وسبحان الله كل مدينه كتعملهم بطريقتها. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم، وما تنساوش تضغطوا على زر اعجبني او لا لايك او لا جيم الى عجبكم فيديو. يلا نبداو على بركه الله، بسم الله. السلام عليكم بنات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم رجعت لكم انا والام ديالي، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو اللي مقبل وتفاعلتوا معاه، وكنقول لكم شكرا بزاف على التعليق ديالكم وعلى المشاهده ديالكم، وبينتوا لي باللي عجبكم بزاف وكثروا لي لايك. وجيت لكم اليوم مع ماما باش تعمل لكم واحد الوصفه. شنو يعمل ماما اليوم؟ انا من فقاقص طنجاويين ان شاء الله. يا ربي. بالنسبه للناس اللي في المغرب كيعرفوا الفقاقص الشماليين او الفقاقص الطنجاويين، وبالنسبه للناس اللي خارج المغرب اللي هما اخوات العربيات او المغاربيات، ان شاء الله اليوم غنعرفوهم على هذا النوع الفطائر ديالنا اللي معروفين في شمال المغرب. الفطائر بحبه حلاوه وزنجلان غادي يعجبكم بزاف ان شاء الله ملي غتجربوهم، ومن الفطائر القديمه بزاف في الشمال. ياك ماما كنعطيهم في الفروحات ديالنا ان شاء الله، ماشي دائما كنا كنعطيهم في الفروح في المناسبات اللي هما سوابع. ايوا كانوا كيتجمعوا. المهم انا ما عقلتش على هذا العصر هذا الزمن الجميل، بالحق كنسمع باللي كانوا كيتجمعوا البنات ياك ماما ونساء الحباب والجيران، وكانوا كيحضروا تحضيرات الزفاف او تحضيرات حفل السبوع او حفل الختان ياك ولا الطهارات. ضروريه بقى لحد الساعه هاد الفطيره ضروري تكون في المناسبات الشماليه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم فيديو، ما نكونش طولت عليكم. نبداو على بركه الله. ديري نبداو على بركه الله. بالنسبه للعجينه انا اللي غادي نعجنها على حسب شويه قصحه، كي خاصها التعجين مزيان. بغيت نعجن انا باش نفركها مزيان، والام ديالي غادي تقرصوا معكم ان شاء الله. هنايا غادي نحتاج كاس غير مملوء من سكر سنيده، كيف ما لاحظتوا كاس العنب اللي ملفه دائما كنعبر لكم به، وكيبقى سكر اختياري، تقدروا تضيفوا شويه. المهم انا نعطيكم العبر مضبوط ديال فقيقصه الشماليين اللي كيعجبوهم او فقيقصه الطنجاويين بالاحرى، حيت تطوان والشاون راه ما كيعملوهمش بحال ديالنا. وهنايا غنحتاجوا ملعقتين كبيرتين من السمن الحور او السمن المعدل على اليد. هنا غنحاول نمزج هاد العناصر مع بعضياتهم حتى يذوب لي السكر مزيان.
هي غادي نستعمل ليديتات ديالي باش غادي نضيف الدقيق ونضيف باقي المكونات. هنا غنستعملوا المسكة الحرة بعد ما دقيتها، هي عندنا واحد راس معلقة صغيرة، وغادي نستعمل ملعقتين كبيرتين من حبة حلاوة، ماشي النفاح، حبة حلاوة. خلي لكم مقادير مضبوطة في صندوق الوصف، وغنكتب الأخوات العربيات باللغة العربية. هنا غنحتاجو زنجلان أو السمسم، تا هو ملعقتين كبيرتين، نخلط شوية، غادي نحتاج نصف كأس من ماء الزهر. انا عندي هذا المقطر على اليد، اذا تستعملوا ديال العلب الزجاجية عفوا اللي كيتباع برا، تقدروا تزيدوا تضيفوا كأس اللارو. هني عندي كيلو ديال الدقيق، غادي نبدا نضيف الدقيق. هنا عندي كاس من الماء الدافئ، وغنقول لكم شحال غنحتاج بالضبط، حيت كتكون العجينه قاصحه شويه، مع ملعقه كبيره من خميره الخبز. هنا يا بنات ديالي ضفت كأسين من الماء الدافئ مع خميرة الخبز كيف ما ذكرت معكم، وكان نحاول نعجن مزيان، وكتكون قاصحة بنات، كنعجنها غير بالكف ديدي و ندلكها مزيان، راه شي 20 دقيقة وانا كندلك فيها حتى كترخى في يداكم، هاديك الساعة كتكون جاهزة نتقرات. هنايا كيف ما ذكرت معكم، بعد ما كنعجنوا العجينه ديالنا مزيان حتى كترخى في يدينا كيف ما كتلاحظوا، على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم، الاحسن تكون نوعيه جيده كيف ما قلت لكم،
ونيا بعد ما ترخى لي العجين في يدي صافي كان جاهز انني نقرصو. هنا قسمته نصفين، نصف غادي تعمل لكم ماما فقيقصات العاديين طنجاويين، والنصف الثاني غادي نعمل لكم شي فقيقصات صغيورين هكذا كفكره انكم تدخلوهم في المناسبات ديالكم، علاش لا، اولا كغوتي اولا كفرحه بالضيوف العزاز. هنايا ضروري نوصيكم تغطيو العجين حيت دغيا كيتشرقن فيه المزهر وفيه المسكه الحره دغيا كيبس. هنايا ماما غادي تعدل معكم كيف ما قلت لكم، غادي تكورهم من احسن تملسوهم مزيان باش كيجيو مالسين من الفوق، وغادي نقرصوهم ونخليوهم يرتاحوا بعد ما نغطيوهم. هنا بعد ما ارتاحنا الفطائر ديالنا او الفقيقصات ديالنا كننبسطوهم مزيان غير بالكف ديال اليد كيف ما لاحظتوا معايا، ما خصناش نخليو فيهم صبيعات، يعني كنبسطوهم مزيان حيت باقي غادي يخمروا لنا، ومن بعد غادي يتضاعف الحجم ديالهم في الفرن. هنايا كتحاولوا ما امكن تخليوهم دائريين، واخا هما في الفرن كيطيبوا في الفرن ديال العواد، الفرن ديال الزنقه، كيبقى الشكل ديالهم كيف ما هو. بالحق الفرن ديال الدار شويه كيبدلهم الشكل ديالهم، مهم هو المذاق. هنايا غادي نشارك معكم واحد الطبيعه في عمرها 60 عام. هذه الطبيعه قديمه بزاف عند ماما ملي جوجات، وكانوا كيطبعوا بها خبيزه وكانوا كيطبعوا بها هاد الفطائر هادو اللي هما فقيقصات شماليين. هنا غادي نطبعهم معاكم وغادي نعملهم يخمروا ونغطيهم.
هنا كنخليو في قيقصه ديالنا يخمروا مزيان اقل حاجه 3 ساعات، وعلى حسب الجو يعني الا كانت الحراره راهم دغيا كيخمروا، والا كان الحال بارد يعني خليهم يخمروا مزيان يضاعف الحجم ديالهم كيف ما لاحظتوا. والطبيعه كنكونوا تكيناها مزيان باش كتبقى لنا مرسومه. هنا غادي نشبروا واحد كوردون وغادي نحاولوا نثقبوا الجوانب، واحد 4 ولا 5 ديال التقيبات في الجوانب كيف ما غتلاحظوا معايا، وغادي نعملوهم في صينيه الفرن. والفرن كنكون سخنته درجه حراره متوسطه، نكون سخنته واحد 6 دقائق بالنسبه للفرن ديال الغاز. غنكون سخنته غير شويه وغادي ندخلهم بعيد على العافيه، غادي نعليهم من الفوق ونخلي لهم العافيه من التحت مهيله كيطيبوا بلاتي عليهم حتى كنشوفوهم تحمروا لنا من القاع، وكن ديك الساعه كنعملوهم يتحمروا حتى من الفوق كيكونوا طابوا لنا وكيتضاعف الحجم ديالهم. هني بنو ديالي عن طيب في قصة ديالي، وكنكون وصلنا لاخر فيديو كنستخشي بكم وكنقول لكم ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله المزيد من الوصفات. وما تنسوش تشجعوني بالضغط على زر اعجبني وتخليوا لي تعليق الى عجبكم فيديو، انا في انتظار اقتراحاتكم وان شاء الله تسوى اولاد ديالكم. كنقول لكم السلام عليكم، سلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.